حياكم الله مشاهدينا، مساء لكم بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من مساء الخير يا كويت. هذا البرنامج اللي يعرض على شاشة تلفزيون الكويت ساعة كاملة نتواصل فيها معاكم. بداية أرحب بكل طاقم هذا البرنامج وبزملائي أحمد الفرحان ومشاعل. مشاعل مساء الخير. مساء الورد عبد الله، وأحلى مساء لكم مشاهدينا وين ما كنتوا تابعونا متجددين دائما من خلال برنامج مساء الخير يا كويت، مع تحية الزميل عبد الله. أمسي بالخير على زميلي أحمد. مساء الخير. مساء الخير مشاعل، مساء الخير عبد الله، ومسي بالخير على جميع مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت، ونسعد دائما بمتابعتكم. عبد الله شنو عندنا اليوم؟ اليوم احمد ان شاء الله راح يكون عندنا لقاءات على الهواء، ويمكن لقاء مباشر مع الاستاذ وليد الانصاري رئيس قسم مراكز الشباب بمحافظه حولي في الهيئه العامه للشباب. نعم عبد الله، وايضا طبعا سوف يجمعنا لقاء على الهواء مباشره مع كل من الاستاذه منال احمد الكندري امين سر جمعيه الشفافيه الكويتيه، والسيد يوسف سليمان للشعيب رئيس لجنه العلاقات العامه في جمعيه الشفافيه الكويتيه، وحديث حول فكره تاسيس جمعيه الشفافيه الكويتيه وانشطتها الصيفيه. هذا بالاضافه الى عدد من التقارير اللي تمثل نشاطات اجتماعيه وثقافيه في ديرتنا الحبيبه الكويت. نبدا هذه الحلقه ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، وطبعا نبدي معاكم حلقتنا بمحطة حوارية مع الأستاذ وليد الأنصاري رئيس قسم مراكز الشباب بمحافظة حولي في هيئة عامة للشباب. حياك الله أستاذ، سعيدين جدا بتواجدك معنا. حياك الله مشاعل، وحييك وحي أخوي عبد الله، وحي أنا أسعد واحد يكون فخور جدا بالظهور في هذا البرنامج والظهور في تلفزيون دولة الكويت. حي يعني مصدر فخر لنا كلنا. حياك الله أستاذ وليد، أكيد راح نسترسل معك بالحوار وموضوعات كثيرة راح نناقشها، لكن من بعد هذا التقرير. تحرص الهيئة العامة للشباب من خلال وضع استراتيجية واضحة تسعى لتنفيذها للاهتمام بمراكز الشباب وتطويرها، تتمثل بأن تصبح مراكز مجتمعية تواكب تطلعات الشاب الكويتي والأسرة الكويتية. والهدف من إنشاء مراكز الشباب هو تمكين الشباب الكويتي وشغل أوقات الفراغ ووضع خطة برامج وأنشطة للفترة الصيفية لمرتادي مراكز الشباب، ومنها دور كرة قدم صالات ومهرجان سباحة يتضمن عدد من السباقات والفعاليات المائية ومسابقة حفظ القرآن الكريم. إذن أستاذ وليد، يعني بداية لو تعطينا نبذة تعريفية عن إدارة المراكز الشبابية التابعة للهيئة العامة للشباب، تفضل. طبعا مثل ما هو معروف مراكز الشباب هي مراكز تتبع الآن للهيئة العامة للشباب، وهي تمتد طبعا مراحل إنشائها من بداية الستينيات تقريبا، أنشأت في فترة زمنية الحقيقة شهدت طفرة في جميع المجالات على مستوى دولة الكويت، خصوصا في المجالات الشبابية. فأنشأت مراكز الشباب لصقل وتنمية مواهب الشباب في مختلف المجالات، يمكن ذكر تقرير بعضها، المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية. تطورت المراكز الآن تقريبا احنا عندنا 9 مراكز موجودة في شتى محافظات الكويت، تقدم خدمة الترويح الموجه للشباب المنتسب لها.
طبعا الانتساب لها يعني طوعي من قبل الشباب انفسهم. بالسابق كانت تخدم فئه عمريه من 6 سنوات الى 17 سنه، الان مع التوجه الجديد للهيئه العامه للشباب فتحت ابواب مراكز الشباب حتى للمرحله العمريه الاكبر، وايضا في برامج ايضا موجهه للجنسين سواء شباب او فتيات. جميل استاذ وليد، يعني على الرغم من وجود الانديه المتخصصه، الهدف من انشاء مراكز الشباب شنو هو؟ شوف اخوي عبد الله، طبعا الهدف في مجال الرياضي انت تعرف الانديه تعتمد على التنافسيه، صحيح. يعني كل نادي يحرص على انه يحصل على افضل المواهب في مختلف الالعاب، فوين يكون في مرحله لاختبار هذه المواهب تكون في المراكز. طبعا بالاضافه الى مدارس وزاره التربيه، بس فتره الصيف يمكن تكثر فيها في المراكز. قبل شوي شفت بالتقرير، صحيح، مجموعه من البطولات والانشطه والفعاليات. اليوم حتى الانديه بدات انها تمارس انشطتها داخل المراكز، يعني عندنا النادي العربي موجودين في مركز شباب القادسيه، نادي الكويت موجودين في مركز شباب الشاميه، وهكذا يعني. وتكون فرصه لكل الانديه انك تكتشف المواهب. انت تدري كبار نجوم الكرة الكويتية ترى طلعوا من مراكز الشباب، تتكلم عن جاسم يعقوب، فيصل الدخيل، هذا في مجال كرة القدم، بس طبعا في مجالات كثيرة. من يومين احنا اختتمنا في مركز الشباب الشامية بطولة لنادي كاظمة، والبطولة هذه كان هدفها من الإخوان في نادي كاظمة اللي قدم لهم حقيقة عبر برامجكم كل الشكر، اكتشاف مجموعة من المواهب واللاعبين. لما سألت المدرب المرافق قلت له هل يعني تحقق الهدف؟ قال نعم، احنا لو نحصل من البطولة لاعب واحد يكفينا، فاحنا طلعنا في مجموعة وفرة من اللاعبين. جميل. وهذه يمكن رسالة احنا نوجهها حتى حق أولياء الأمور، اللي يشعر أن ولده عنده موهبة في سواء كرة قدم أو أي أنشطة ثانية، التوجه إلى المراكز وإن شاء الله تكون فرصة لاكتشاف هذه الموهبة. نعم. طيب أستاذ وليد، يعني نتساءل إن هل في كل محافظة مركز للشباب؟ نعم، هو شوف التوزيع الجغرافي لمراكز الشباب في الفترة الحالية يحتاج إعادة تأهيل، لأن فعلا مثل ما قلت كل محافظة فيها مركز، لكن هذا العدد مو كافي. هنتكلم مثلا عن محافظة مثل محافظة الجهرة، ما شاء الله يعني عدد سكان كبير جدا، وتحتاج إلى مراكز جاية إن شاء الله في الطريق في الخطة الإنشائية في الهيئة العامة للشباب. هناك توسع في موضوع مراكز الشباب، خصوصا في توزيع الجغرافي لتخدم كافة المناطق، خصوصا المناطق الجديدة احنا نسميها مناطق الأبناء، يعني نتكلم عن مثلا مدينة جابر الأحمد، مدينة صباح الأحمد، مدينة سعد العبد الله، هذه المناطق، مدينة اللي هي عبد الله المبارك. هذه المناطق فيها فئة عمرية اللي هي ترتاد مراكز الشباب يمكن اكثر من المناطق اللي في العاصمه داخلية، لسبب ان هذه المناطق كانت في السابق هي مناطق الشباب، الان تحولت حق مناطق اباء واجداد، فالان ان شاء الله مع التوسع الجديد في المراكز تخدم هذه الفئات. جميل استاذ وليد، اذا بنتكلم عن الخطط والتجهيزات خصوصا بان احنا الحين في فصل الصيف. نعم. طبعا احنا الخطط ما توقف، تستمر فصليه يعني. حلو. ومن ضمنها يمكن اهمها فتره الصيف، استراتيجيه الهيئه العامه للشباب الان اللي تم تطبيقها واطلاقها خلال شهر مارس الماضي اعتمدت على التشاركيه مع منظمات المجتمع المدني، بمعنى ان العمل مو بس داخل المركز، حتى الجهات، وهذه رسالة أنا بعبر هذا البرنامج وأنا أدري برنامجكم ما شاء الله مشاهد، لكل منظمات المجتمع المدني سواء جمعيات دفع عام، تجمعات شبابية، فرق تطوعية، أن اللي عنده فكرة شبابية يبي يقدمها مو عارف وين يروح. أنا أشوف كثير من الشباب يستضيفونهم في برنامجكم، صحيح، أن عنده أفكار بس مو عارف وين يروح. حلو. فيتفضل يشاركنا يعني في مراكز الشباب. بس أسألك أستاذ وليد، يعني تحرص الهيئة العامة طبعا للشباب على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من مواهب الشباب، من طاقات الشباب، يعني كيف ممكن انه يعني نقدر نقول مثلا يتحقق هذا الشيء من قبلكم؟ طبعا هو العلاقه بين طرفين، يعني يكون تقديم من الشباب انفسهم، وصدقين استاذ مشعل يعني ما في احد يعرف الرغبات والميول اللي يبونها الشباب مثل الشباب انفسهم. فاحنا ندعو الشباب انفسهم اللي حاب انه يكون عنده موهبه وعنده يبي يصقلها في المراكز بارك، احنا نتشرف فيه. احنا عندنا الان بعد الهيئه العامه للشباب فتحت مجال المبادرات الشبابيه. نعم. اي شاب عنده فكره
يبي يطبقها في المراكز يدخل موقع الهيئة العامة للشباب ويسجل كم مبادرة، وتتضمن أيضا المبادرة حتى الدعم المادي وفق شروط ولوائح طبعا. فهذا يعني فرصة لهم أن أيضا يبدون يقدمون المبادرات ونستغلهم طبعا في مراكز الشباب. جميل. وفي تعاون ما بينكم وبين الجهات الحكومية لإقامة الفعاليات الترويحية والرياضية؟ طبعا ما في عمل يعني يخلو من التعاون بين الجهات الحكومية. يمكن أكثر مؤسسة احنا نتعاون إياها اللي هي وزارة الإعلام، لأن التغطيات الإعلامية هي اللي تنجح أو تظهر هذا النشاط. يعني أنا مشاعر بقول سرعة عن عبد الله أن أمس كان رايح في مركز شباب الشامية. سمعتكم أنتم قاعد تتكلمون عن رايح مركز شباب الشامية وشاف، ويمكن استرجع ذكريات معينة ما نبي ندخل فيها لا. زين هذا النشاط اللي موجود سواء في مركز شامية أو كل المراكز يحتاج من يظهره. فأفضل جهوانا حقيقة أحب أشكر وزارة الإعلام ممثلة في تلفزيون دولة الكويت وكل المؤسسات. أيضا من الجهات اللي احنا دائما نتعامل معها اللي هي وزارة الداخلية، لأن الحقيقة وزارة الداخلية في عندها بعد شبابي يعني. أيضا تستغل شبابنا في عملية تنظيم وتوعية، بالإضافة الحقيقة كل مؤسسات الدولة. يمكن قبل شوي حتى بالتقرير إذا شفت أن في عملية اللي كان في شهر رمضان المبارك لتوزيع بعض الوجبات عن طريق الفرق التطوعية، كان في تعاون الحقيقة مثمر مع جهات كثيرة سواء حكومية أو خاصة. يعني إحنا مخرجنا عادل قاعد يحط لنا لقطات ونطالع على الهواء مباشرة أنشطة وفعاليات. يعني أنتم مو بس مركزين على كرة القدم، قبل شوي أيضا بعد شفت اللي هو الحمام السباحة والأمور هذه، ودنا نتكلم عن الأنشطة والفعاليات. يمكن أحد أكثر الأنشطة إقبالا خصوصا في فترة الصيفية هو نشاط السباحة. لذلك الآن الحقيقة في إعادة تأهيل لكل أحواض لاستقبالها بالشكل يعني تتوافق مع متطلبات الشباب أنفسهم. فإحنا عندنا الآن في مركز شباب الشامية والفيحة والقادسية والدعية والقصور والعرضية، هذه الأحواض اللي قاعدة تجهز لاستقبال الشباب، والحقيقة يعني في إقبال كبير جدا عليها يعني من قبل الشباب، وخصوصا أنها تقدم يعني بالمجان. لأنها مؤسسة حكومية فتقدم بالمجان للشباب. هذا أنا كنت راح أسألك على موضوع الإقبال أستاذ وليد، كوني أنا أحد خريجين مركز الشباب، مركز شباب السالمية، وأنا فخور بأن حضرتك كنت رئيس هذا المركز. ما زال الإقبال مستمر أستاذ وليد من قبل الشباب؟ شوف الإقبال تغير. بالسابق كان الإقبال أنا أسميه إقبال فردي، يعني عبد الله مع حسين مع أيا كان هم يجون من نفسهم. الآن لا، يجون كمجاميع، بمعنى مجموعة كاملة تتبع مثلا فريق تطوعي أو تجمع أيا كان، يجون كلهم بالكامل مع بعض. لا زال أيضا الإقبال الفردي موجود، لكن الإقبال الثاني اللي هو الإقبال الجماعي صار أكثر. وأنا بالنسبة لنا طبعا إحنا هذا شيء وايد ريحنا يعني، زين بالنسبة لنا هذا الأمر إيجابي. ليش؟ لأن الآن فكر الشباب تغير، ما عاد الشاب يبي يشتغل بروحه، يبي يشتغل مع مجموعة. ويمكن يحس بشكل أكبر. تحتضنون هذه الفرق التطوعية أستاذ وليد؟ تحتضنون هذه الفرق التطوعية؟ تشجعونهم؟ احنا بالنسبة لنا طبعا العمل التطوعي من الروافد المهمة في مراكز الشباب. احنا عندنا إدارة لإدارة العمل التطوعي في الهيئة العامة للشباب عن طريق بوابة أيادينا. أي مجموعة تطوعية حابة أنها تمارس عملها، ترى 90% من الأنشطة اللي شفناها قبل شوي بإدارة شباب متطوعين. حتى بطولات الرياضية، بطولات كرة القدم، النشاط التطوعي، يمكن شفنا قبل شوي حتى النشاط البيئي موجود فيه اللقطات من ساعة طلعت. هذا كله إدارة تطوعية، يعني بمعنى الشباب أنفسهم يقومون بهذه الحملات. يمكن التركيز أكثر إذا كنتم ملاحظين كان خلال فترة شهر رمضان المبارك في عملية توزيع الوجبات أو المحتاجين، الآن في إدارة الأنشطة أنفسها. نعم. يمكن بما أنك ذكرت الموضوع البيئي أيضا نبي نتكلم عن اهتماماتكم في البيئة، وبأن تصبح هذه المراكز وتتحول مراكز شباب إلى مراكز صديقة للبيئة. نعم. يمكن احنا نربط هذا السؤال بالسؤال اللي قبله لموضوع التطوعي. الحقيقة بادرت بعض المجاميع التطوعية بأن هي من نفسها جت وقالت احنا نبي مساحة داخل المركز نحولها لكم بدون مقابل إلى محميات صديقة للبيئة، حتى تتحول المراكز إلى مراكز صديقة للبيئة. حقيقة تجربة أكثر من رائعة، وأنا أدعوكم الحقيقة يعني، بس طبعا الحين شوي الأجواء حارة، لكن يعني في الفترة القادمة إن شاء الله أقول بعد أكتوبر إلى وادعوا أيضا حتى مدارس وزارة التربية بالقيام بالزيارات لهذه المحمية. والعام بدينا الحقيقة استقبالها، يعني تحولت قطعة أرض عندنا في مركز شباب الشامية إلى محمية
الحقيقة يعني وممشى طبيعي ودرجة الحرارة يعني تخيل إذا كانت برا توصل إلى 40 توصل هناك 20 وفيها تحس أنه متنفس طبيعي وخصوصا مع التقدم في المباني والأدوات المستخدمة في المباني تحس أن البيئة شوي بدأت تتضرر. مثل وجود مثل هذه المحميات تعالج هذا الأمر الحقيقة تسوي له. وأيضا قريبا جدا إن شاء الله افتتاح محمية الأوركيد عندنا في مركز شباب الشامية. حلو. كل اللي قاعد أقوله هذا بيد شباب متطوعين. تتكلم عن هذه المحمية عبارة عن شنو؟ هي المحمية الحقيقة فكرة أقاموا فيها فريق تطوير التطوعي في مركز شباب الشامية، سيدات فاضلات يونا المركز وخذوا مساحة وبدأت تتمدد بسبب النجاح اللي حققه. عبارة عن محميتين، محمية للزراعات البيئية اللي تصلح أن تكون داخل دولة الكويت، ومحمية ثانية تجميلية، وبينهم مثل الممشى. الفكرة أن العام بدأنا بالتواصل، هذا يمكن امتداد للسؤال، الموضوع التعاون مع وزارة التربية، بأن تقوم مدارس وزارة التربية بعمل زيارات ميدانية لهذه المحمية. حلو. لتعليم بعض الأساسيات في الاهتمام في البيئة. ممتاز. نعم، يعني ممتاز. مثال حي نقدر نقول. نعم. وأنتم مدعوين له إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد أكيد إن شاء الله. أنا قبل أختم وياك سيد وليد، ما زال التعاون ما بينكم وبين الأندية مستمر؟ في السابق يعني كان في تعاون كبير. نعم. شفنا مواهب كثيرة طلعت من مراكز الشباب وانتقلت إلى الأندية، ومنها أسماء كبيرة مثلت المنتخب الوطني. نعم. كذلك مو بس في كرة قدم، في جميع الألعاب. في جميع الألعاب. نعم عبد الله، هذه الآن يعني إحنا خلينا نكون عمليين فيها. أنا هذه الكلمة أوجهها للإخوان اللي يسمونهم الكشافين. كشافين. في. نعم. الأندية إن اتجهوا للمراكز راح تلاقون لاعبين وراح تلاقون مواهب انتم. نعم. يعني باكر هذول ينافسونكم اذا انتم يعني. انا اخص بالذكر بعض الانديه الحقيقه ما شاء الله مجتهده تماما. صحيح. في عمليه استقطاب، ما بيذكر نادي عشان لا يكون متحيز حق نادي معين، لكن فعلا في انديه قاعده تشتغل وهي اللي قاعده تحصد نتائج على المراحل السنيه. صحيح. في كل الالعاب، في القدم، في السله، في الطائره، في السباحه. يمكن يوم بعض اللاعب الكشافين لهم نظره في لاعب معين يصلح في لعبه معينه، فهذه دعوه الحقيقه على برنامجكم. نعم. لكل الاخوان الكشافين بدون استثناء في اي نادي ان استقطاب المواهب الموجوده في مراكز الشباب. نعم. استاذ وليد الانصاري رئيس قسم مراكز الشباب بمحافظه حول لكلية العمل الشباب والرياض، طبعا كل الشكر لك، يعطيك الف عافيه على هذا اللقاء. شكرا. شكرا لكم. شكرا. سعيد. شكرا استاذ وليد، اكيد مستمرين معاكم في مساء الخير يا كويت، لكن من بعد هذا الفاصل. مرحبا فيكم مشاهدينا مرة أخرى، ونتابع بصفة شبه يومية تلك الجهود الكبيرة والمشكورة التي يقوم بها منتسبي وزارة الداخلية في كافة القطاعات. ومن خلال برنامج مساء الخير يا كويت نتابع رسالة توعوية وأمنية تسهم في زيادة الوعي لدى المواطن والمقيم. المزيد في سياق الرسالة الأمنية التالية التي يقدمها لنا الرائد مشاري السمحان من إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية. مساكم الله بخير مشاهدين برنامج مساء الخير يا كويت، ونطلع عليكم من كل يوم أربعاء في فقرة الأمنية نتكلم على أهم المواضيع اللي تخص إخواننا المواطنين والمقيمين وتتبع طبعا وزارة الداخلية. طبعا مواضيعنا خلال هذا الأسبوع عندنا موضوعين وكل واحد لا يقل أهمية عن الثاني لإخواننا مشاهدين البرنامج. الموضوع الأول خلال فترة الصيف كل من آبائنا وأمهاتنا وولي الأمر يكون مريح شوي من آباء من يعني عياله ويقول والله عيالي خلال هذه الفترة فترة الصيفير أريح منهم شوية، أوصلهم أحد المجمعات، أوديهم أحد الأماكن الترفيهية، ويقل طبعا درجة المتابعة لأبنائه خلال هذا الصيف أو خلال هذه الفترة. فننوه لإخواننا مشاهدي البرنامج لابد دائما متابعة أبنائك، وتقع عليك طبعا ويقع عليك عبء كبير خلال فترة الصيف، المشاجرات لا قدر الله، المخدرات، غيره من الأمور اللي ممكن يقع فيها الأبناء ويقع فيها عيالك، لابد أنك أنت تكون أحرص عليهم وتكون طبعا دائما متابعهم. موضوعنا الثاني اليوم طبعا هو موضوع الإدارة العامة للجنسية وثائق السفر الكويتية، اللي هو دائما
تتابع اخواننا المواطنين وتقدم لهم اهم الخدمات واهم المواضيع اللي دائما تسهل عليهم. المراكز اللي خصصت خلال طبعا السنتين الماضيتين اللي هو تجديد الجواز الالكتروني اللي منتشر على محافظات دولة الكويت الست، هي طبعا ست محافظات احنا نقول او ست مراكز موزعة على المحافظات. المراكز الجواز الالكتروني انضافت لها خدمات جديدة وانضافت لها خدمات تقدم لاخواننا المواطنين من خلال تقديم خدمات للجنسية وغيره من الخدمات إن شاء الله راح تقدم بالفترات القادمة. تابع معنا هذا التقرير وراح نتعرف على هذا التقرير على المواضيع أكثر من خلال دور الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في مراكز الجواز الإلكتروني. خدمات جديدة تختص بجميع معاملات المواطنين منذ الولادة تقدمها مراكز الهوية الوطنية ابتداء منذ الأول من يوليو في جميع المحافظات توفيراً للوقت والجهد، حيث توفر المراكز خدمات متعددة كاستخراج الجنسية للمرة الأولى واستخراج إثبات للجنسية لمن هم دون 18 وتعديل الأسماء والمهن في الوثائق الرسمية وإصدار وتجديد الجواز الإلكتروني. كما ستتم إضافة خدمات جديدة لاحقاً كاستخراج البطاقة المدنية وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة وإضافة المواليد. كما تم تخصيص مركز غرب مشرف للقيام بمعاملات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم فريق متخصص بزيارة المواطنين بالمنزل أو المستشفى حسب حاجة صاحب العلاقة لتسهيل الإجراءات. لا نزال متواصلين معاكم من خلال برنامج مساء الخير يا كويت، ولا نزال نتناول سلسلة من التقارير التي نقدم من خلالها أقسام وقطاعات مستشفى الشيخ جابر التي تعتبر إحدى الصروح التنموية العملاقة في دولة الكويت. الآن مع التقرير الرابع في سلسلة هذه التقارير. المبنى من 5 مباني رئيسية يتم تزويدها بالكهرباء عن طريق 5 محطات فرعية مرتبطة بعدد 40 مولد تعمل بصورة تلقائية في حال انقطاع التيار وبنسبة تغطية 100%. أرحب فيكم مشاهدين الكرام في رسائل برنامج مساء الخير يا كويت. رسالتنا اليوم من مستشفى جابر، هذا الصرح الجميل الذي يعكس التطور الطبي في دولتنا الحبيبة الكويت. للتعرف أكثر على الخدمات المقدمة فيه خلكم معنا. قسم الطب الطبيعي والتأهيل الصحي هو قسم موجود منذ فترة طويلة، كان أساسا في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي، وبعدها حطينا الأقسام في عدة المستشفيات العامة وهذا نقرب الخدمات للمرضى. فمن 2012 استحدثت أقسام الطب الطبيعي والتأهيل الصحي في المستشفيات العامة، منها المستشفيات المعروفة عند الكل، وحاليا إن شاء الله احنا خدماتنا مستمرة هم في مستشفى جابر. القسم اللي عندي هو قسم الطب الطبيعي والتأهيل الصحي، واحنا مربوطين بأقسام مختلفة كخدمات علاجية وتشخيصية. فالتشخيص راح يكون احنا متواصلين مع باقي الأقسام منهم الباطنية والجراحة والعظام الأطفال، تخصصات مختلفة والتعاون يكون بيننا وبينهم، وبعدين نشوف المريض ونحدد حالته ونشخصه نبدأ نبني الخطة العلاجية. الخطة العلاجية هم الفريق باقي الفريق اللي معانا، العلاج الطبيعي، العلاج بالعمل، العلاج بالتخاطب، الأطراف الصناعية، التغذية، الخدمة الاجتماعية، كلهم متجمعين مع بعض لخدمة المريض
وتأهيله وإعادته للمجتمع كعضو فعال. آلية العمل هو حاليا في مستشفى جابر نستقبل المرضى في المرحلة الأولى من مرضى جنوب السرة، ويكون عن طريق تحويلات عن طريق إما المستوصفات أو عن طريق العيادات الخارجية في التخصصات اللي سبق ذكرها. احنا الحين عياداتنا أو خدماتنا اللي نقدمها هي خدمات عيادات خارجية وخدمات استشارات داخل الأجنحة. فالخدمات اللي بالعيادات الخارجية اللي عندي عيادات العامة ومكان اللي نشوف المرضى ونشخصهم ونقيمهم، وإذا احتاجوا نبعثهم حق العيادات التخصصية منها جهاز الروبوت، الشوكويف اللي هو الموجات التصادمية، جهاز التوازن. فعندنا عيادات تخصصية على حسب حالة المريض نحددها. هي خطة فردية للمريض نفسه، يعني كل مريض يجينا الخطة تكون فردية له، وبس تكون بناء على الأسس العلمية والعالمية في العلاج. فمن يجينا المريض مثلا إذا كانت حالة عصبية نحدد المشكلة اللي هو فيها ونبني الخطة عليها. فإذا كانت المشكلة عنده حركية مثلا محتاج ويلتشير كرسي متحرك، نحدد له احتياجاته، نرتبها، ناخذ له القياسات، نشوف قدرته الذهنية انه يقدر يسوي الامور بنفسه، قدرة الايد. فهذا كله نحدده على مستويات، كله مبني على المعطيات اللي تينا من المريض نفسه. والرسالة اللي ودي اوجهها للمشاهدين ان هم يعني تينا حالات كثيرة عندهم أفكار خاطئة من السوشيال ميديا ولا من خبرات سابقة لمرضى مماثلين لهم. فالأفضل إن على أساس إن تكون الخدمة الأنسب لهم إن يتوجهون حق الطبيب المختص في التأهيل، هو يحدد لهم حاجاتهم وشنو الأكفأ والأنسب لهم، وإن شاء الله يعني بهذا إن تكون الخدمة وصلت لهم بأحسن شيء وبأفضل شيء ويكون شيء مرتب لهم. وهكذا يبقى مستشفى جابر أحد المشروعات التي أولتها الدولة كل الرعاية. شكرا لكم على المتابعة مشاهدين الكرام، نلتقي إن شاء الله في رسائل القادمة. حياكم الله مشاهدينا ومحطة حوارية جديدة ولقاء يجمعنا على الهواء مباشرة مع كل من الأستاذة منال أحمد الكندري أمير جمعية الشفافية الكويتية، وأيضا السيد يوسف سليمان الشعيب رئيس لجنة العلاقات العامة في جمعية الشفافية الكويتية. حياكم الله، سعيدين جدا بتواجدكم معنا. أهلا فيكم ومشكورين على هذا الاستضافة الطيبة. حياكم الله، أكيد راح نستمر بالحوار معاكم وراح نتطرق إلى العديد من المحاور، لكن من بعد متابعة هذا التقرير. تعتبر جمعية الشفافية الكويتية من أهم جمعيات النفع العام، وتعرف الشفافية بدورها الحيادي والمنظم في محاربة وردع أوجه الفساد المختلفة المالي والإداري منها. وقد نجحت جمعية الشفافية في هذا العمل ورصدت أهم التقارير عن البيروقراطية التي شابت مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. ومن أهداف الجمعية المساهمة في تحسين صورة الكويت محلياً ودولياً في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد من خلال العمل على إبراز المظهر الحضاري والصورة المشرفة للكويت. إذن أستاذة منال، راح أبدي معك بالحوار ونبي تعطينا فكرة ونبذة تعريفية عن تأسيس جمعية الشفافية الكويتية. نبي نتعرف على أهدافها، نبي نتعرف على رسالتها. بالبداية شكرا لكم على هذا اللقاء. بالنسبة حق جمعية الشفافية، هي جمعية تطوعية أهلية غير ربحية. فكرة الجمعية أنا بقولها باختصار، هي كان في تقرير أو دراسة تابعة حق جهة اللي هي جهة تقييم الأداء الحكومي. الدراسة هذه كانت ب 2000، يعني الربع الأخير من 2004. الدراسة هذه كانت نتائجها عن الفساد، أو أن الدراسة كانت تشمل جوانب الفساد في المجتمع. فكانت النتائج يعني
يعني مثل ما نقول نتائج الدراسة نتائج الدراسة أشارت إلى أن الفساد متفشي في المجتمع بشكل كبير. أعطت معدلات كبيرة. أي من هذا المنطلق يعني حرص الأشخاص اللي أسسوا الجمعية أن مثلاً يكون في جمعية نفع عام أو جهة حكومية تتولى يعني نشر قيم الشفافية والنزاهة ومناهضة الفساد. من هنا جت الفكرة. في 2006 تقريبا أشهرت الجمعية في قرار من مجلس الوزراء شهر 3 اللي هو 29/3/2006 أشهرت الجمعية وطلع مرسوم من مجلس الوزراء، وأيضا يعني صدر في الكويت اليوم أن جمعية الشفافية الكويتية من الجمعيات النفع العام المشهرة واللي تضمن أهداف نشر قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع. جميل. فيها عدة أهداف، يعني أنا ممكن أذكر أبرز الأهداف أن تحسين مستوى الكويت في المؤشرات الدولية والمحلية، مناهضة الفساد، ويعني إصدار أو يعني مثل ما نقول إن إحنا مثلاً نسن بعض الاقتراحات القوانين أو مشاريع القوانين اللي هي خاصة بمكافحة الفساد، بما أن إحنا الكويت صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضمن هذه الاتفاقية في وايد قوانين، فالجمعية تساهم إن هي تعد مشاريع قوانين وتوصلها لنواب الأمة أو مجلس الأمة لمتابعتها وأخذ القرار. حلقة وصل بالضبط. جميل جميل جدا. يمكن أيضا أخو يوسف من الكلام اللي ذكرته سادة منال بأن الجمعية تعزز قيم الشفافية، النزاهة، مناهضة الفساد، ومن هذه الرسالة قامت الجمعية بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإعلام. نعم. يا ريت نتكلم عن هذا الجانب. هذا البروتوكول يعني احنا عرضناه على وزارة الإعلام، ووزير الإعلام مشكور انه تبنى هذا البروتوكول وقام باعتماده والتوقيع عليه. هذا البروتوكول يخص التعاون ما بين جمعية الشفافية ووزارة الإعلام في تعزيز مفاهيم وقيم الشفافية والنزاهة داخل وزارة الإعلام. نعم. من خلال عمل ورش ومحاضرات تؤكد هذا الدور للجانب الإعلامي في تعزيز هذه القيم وهذه المفاهيم. جميل. نعم. جميل جدا. أستاذة منال، الجمعية تضم العديد من اللجان، ودنا نتكلم ونتعرف على هذه اللجان. طبعا الجمعية فيها عدة لجان أنا راح أذكرها. لجنة تمكين المرأة هي خاصة في مجال المرأة. عندنا لجنة العلاقات العامة اللي زميلي يوسف هو رئيس اللجنة. نعم. عندنا لجنة العلاقات الدولية. عندنا لجنة خاصة بالاستشارات والتدريب، هاللي شغالة الحين بالبروتوكولات اللي قاعد نتعامل فيها. يمكن العلاقات العامة والاستشارات والتدريب هي ماخذة الجانب الأكبر في هذا الجانب التسويق. أيضا عندنا الحوكمة، لجنة خاصة بالحوكمة. عندنا لجنة خاصة في مؤشر الإصلاح، مؤشر الكويت الشفافية والإصلاح. نعم. عندنا مركز الفزعة، من اسمه نتلقى بلاغات فساد أو شبهة فساد ونوصل الشخص اللي قدم هذا البلاغ للجهة، أو نكون حلقة وصل بينه وبين الجهات لحل المشاكل. جميل جميل جدا. أيضا يمكن نظمت الجمعية جائزة الكويت للشفافية والإصلاح. أي نعم. ودنا نتكلم عن هذه الجائزة. بعد الاجتماع او الجمعيه العموميه التاسيسيه. نعم. كان في وضع يعني الاعضاء حطوا خطه تشغيليه حق الجمعيه، ان احنا لازم يكون عندنا اهداف وخطه تشغيليه نمشي على اساسها. صحيح. من ضمن الانشطه هو مؤشر الكويت للشفافيه والاصلاح. المؤشر هذا كان يقيس عده يعني يقيس الجهات العامه مثل الوزارات كلها، فيه ستاندر عالمي يقيس معدلات الفساد في هذه الجهات. الشيء الحلو أن المؤشر هذا خلى الجهات أو الجهات الحكومية تتنافس من الجهة اللي هي تأخذ الجائزة. انضمت المؤشر هذا انضم له جائزة مؤشر الكويت للشفافية والإصلاح، كان في رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء شيخ جابر المبارك. طبعا هو من 2008 لغاية 2013. حلو. كان متواصل. 2014 عدينا أيضا مؤشر مدركات الإصلاح للجمعيات التعاونية، يعني صار عندنا مؤشرين، مؤشر الجهات الحكومية أو الجهات العامة ومؤشر للجمعيات التعاونية. كان التنافس وايد، إحنا استمتعنا من خلال الزيارات اللي كانوا بعد النتائج، كانت كل جهة حريصة أن هي تبي المرة الجاية في الجائزة الجاية أن هي تكون بالبداية من الخمسة الأوائل على الأقل، فكنا نقعد معهم يأخذون استشارات، نضيف لهم بعض الأشياء اللي المفروض
يعني يسوونها عشان ترتقي في مؤسستك أو في جمعيتك التعاونية. جميل جميل جدا. أستاذ يوسف، يعني ودنا نتعرف على الأنشطة والفعاليات اللي تنظمها الجمعية. الجمعية من تأسيسها إلى يومنا هذا في أنشطة سنوية تقام، مثال على ذلك اليوم العالمي لمكافحة الفساد واليوم العالمي للديمقراطية. نعم. هذه من الأمثلة اللي سنويا نقيمها. هناك أنشطة تقيم الجمعية، أنشطة اجتماعية كالغبقة الرمضانية، هذه سنوية احنا نقيم الغبقة الرمضانية، هذه نحرص فيها التقاء أعضاء الجمعية العمومية مع المجتمع، مع الأشخاص أصحاب القرار سواء بالسلك الدبلوماسي أو السلك الحكومي، فيكون يمعة طيبة وحلوة في هذا الشهر الفضيل. كذلك الجمعية كانت حريصة أنها تشارك في كل الورش العمل اللي تحصل سواء في الكويت أو برا الكويت، من خلال الورش العمل مثل ما قلت أو الندوات اللي تحصل اللي متعلقة في موضوع الشفافية والنزاهة وتأكيد هذا الدور للجمعية داخل المجتمع الكويت. جميل. أيضا في هناك نادي نزاهة صيفي. نعم. ودنا نتكلم عن هذا النادي ودوره، أهدافه، رسالته، وشنو اللي يسوي في فترة وفصل الصيف؟ احنا كان عندنا حملة اسمها حملة الشفافية أمان. حلو. كانت الحملة هذه بالتعاون مع وزارة التربية معنية في الشباب، يعني شباب المرحلة الثانوية ال 11 والثاني عشر. جت الفكرة ان احنا الشباب في وقت الصيف ممكن احنا نستغل الفراغ اللي هم فيه، لكن في شيء جديد. يعني نادي نزاهة من اسمه هو معني بنشر قيم الشفافية والنزاهة، مكافحة الفساد، أهمية دور الإصلاح في المجتمع، شلون الشاب يتعرف على كل هذه المفاهيم ويطبقها في حياته. ما شاء الله الشباب عندهم فكر مستنير في هالعمر، وايد تأثرون في مواقع التواصل الاجتماعي، فالتوجيه مطلوب. فإحنا على يعني بدور جمعية الشفافية حريصين على هالجانب، إن إحنا نشرك الشباب في 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 العمل الإصلاحي. ومثل ما قلت لك الرؤية، إحنا يعني رؤية سمو الأمير الله يحفظه في كويت جديدة، أنه هو يمكن الشباب في كل الجوانب. صحيح. النادي فكرة جديدة يمكن طبقوا دول ثانية، أنه يكون نادي نزاهة معني بهذه الأمور أول مرة يصير في الكويت. إحنا قاعد نسوق له يعني بطريقة تجذب الشباب، أنه هم ما يكون شيء جامد أنه إحنا مكافحة فساد وشفافية، لا، النادي فيه أنشطة متنوعة، فترة مسائية. حلو. العديد من الشخصيات أو المدربين أو الدكاترة في الجامعة ولهم ما شاء الله الأسماء الكبيرة راح تشارك في هذا النادي. جميل. في عدد معين للقبول؟ والله في عدد معين. احنا بما ان النادي تخصصي، يعني احنا الورش حارصين ان احنا الكل يستفيد. ما نبي عدد كبير مجرد انه هو بس نادي وضم شباب، لا، احنا نبي الاستفاده الاكبر. يعني احنا من 20 25 بالكثير 30 هذا العدد اللي راح يكون ان شاء الله. يوسف، شنو الهدف من اقامه مثل هذه النوادي الصيفيه بالنسبه حق الشباب؟ يعني انا بس جزئيه بسيطه بكلم على زميلتي استاذه منال في عمليه احنا ليش وصلنا لفكره هذا النادي. يعني من خلال حمله شفافيه امان اللي كانت تديرها استاذه منال في مدارس وزاره التربيه. واحنا من هذا الموقع يعني نشكر وزاره التربيه انها تبنت هذه الحمله واسمحت لنا ندخل داخل المدارس ونقدمها. لمسنا في الشباب ان عندهم هذه القيم وهذه المبادئ، بس محتاج من يصقلهم ويوجههم بالشكل الصحيح على تطبيقها في حياته وفي مجتمعه. نعم. يعني انتقلوا من الجانب النظري لهذه المفاهيم الى الجانب العملي. بالضبط. فحرصنا في هذا النادي ان تكون اهدافه، اول هدف يعني مثل عارفين الصيف شوي العالم تكون عندها فراغ كبير، فحاولنا احنا ان هذا الشباب نسقلهم بهذا الفراغ من خلال هذا وقت الفراغ بشيء يفيدهم في حياتهم. حلو. ايضا من اهداف النادي زرع وتعزيز قيم الشفافيه والنزاهه في الجيل الصاعد. حلو. الجيل الصاعد هذا مهم جدا، لان بعد هذا الجيل هو اللي راح يمسك عماد دفه البلد، فمحتاجين ان يكون اشخاص هذا على هذا الثقل من القيم وتعزيز في مفاهيم الشفافيه. ممتاز. انا ودي يعني اسال الاستاذه منال، متى لغايه متى راح يكون هذا النادي؟ ان شاء الله من 21/7. حلو. لغايه 8/8 قبل العيد ان شاء الله. والتسجيل ما زال مستمر؟ اي، التسجيل بعدي تقريبا صار له اسبوع. حلو. وقاعد نتلقى ما شاء الله اتصالات، وانا ادعو من يعني من برنامجكم كل شاب
عنده رقبة أنه هو يلتحق لا يشوف أن الموضوع جامد. عندنا وايد أنشطة، مثل عندنا رسامين كاريكاتير في هذا جميل. في النادي عندنا مثل ما قلت لك دكاترة مهتمين في من الحقوق عندنا. شلون يتواصل معاكم؟ في أرقام تليفونات وفي مواقع التواصل الاجتماعي حطينا الإعلان. ممتاز. فإن شاء الله يعني يكون على قدر الطموح اللي إحنا نسعى له. والنادي هذا في أيضا يعني لكسر الروتين عملنا زيارات داخل هذا النادي. جميل. في قطاعات حكومية مختصة في هذا المجال مثل هيئة مكافحة الفساد نزاهة. نعم. ديوان المحاسبة. نعم. مجلس الأمة، يعني هذا كله راح تكون زيارات ميدانية للاطلاع على عملهم طريقتهم في عملية. جميل. المراقبة ومحاسبة. نعم. أستاذ يوسف وأستاذ منال كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية. يعني أنتوا أكيد يعني محطة حوارية جدا مهمة في برنامجنا. شكرا لكم. شكرا. إذن أعزائي بكذي وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا المساء. شكرا لكم، مع السلامة. في أمان الله.